المدخل الثاني كنت أتصور، يقولون بل حكينا بالهاتف مع سعادة الأخ الدكتور عبد الرؤوف والإخوة الآخرون، حدثوني عن كيفيات الندوات السابقة التي كنت بها ومعها بأسلوب من الأساليب، وكنت كذلك حزينا لأنني لم أتشرف بالإصغاء بالعين، متى كنت أقول متى أراكم بعيني كما أراكم بقلبي، يعني كنت بقلبي أراكم لكن كنت أيضا أقول متى أراهم بعيني كما أراهم بقلبي. فكرت في المدخل الثاني أنه يقولون هذا مؤتمر نوعي، وهذا يعني كأنما يعتذرون عن شيء في نفوسهم من حيث العدد. فأنا خطر لي خاطر، جاءتني رسالة، قلت لا يوجد في بيروت قاعة تستوعب من سيكونون، في تقديري أنا لا يوجد في بيروت قاعة مهما اتسعت هذه القاعة تستوعب الحاضرين. وأنا أحب الشعراء مثل ما بيقول الإمام الشافعي عليه السلام، يقول أحب الصالحين ولست منهم، أحب الشعراء لكن لا أسلم نفسي لما يسمونه الخيال أو لما يسمونه أعذب الشعر، أكذبه شائعة ضد الشعر كثير مؤذية، لكن أقول عندما أتصور فكرة أو أقول فكرة لا بد أن يكون عندي وثائق تدعم هذه الفكرة. هذه رسالة من بلدة أو من ولاية في أمريكا اسمها ديترويت. ديترويت كاتب هذه الرسالة كبير إدموند هيلمينسكي. كبير إدموند هيلمينسكي تعرفنا إليه منذ 90، وهو الذي ترجم السعادة بلا موت، أحد كتب أضواء أو في أضواء القرآن، كتب لي هذه الرسالة. يقول إنه بالأربع سنوات من سنة 1991 إلى سنة 1994 استطاع أن يجمع حوله 30,000 مريد من 15 ولاية أو 15 مدينة. فأنا قلت هذا الأمريكي المستحدث علينا في اللغة وفي الفكرة استطاع بأربع سنوات أن يكون حوله أو أن يستمع إليه من 15 مدينة أمريكية 30,000 مريد. فإذا أنا تصورت أن كل منكم يمكن أن يكون وراءه إذا أغمض عينيه 30,000 مريد، إذا لم يكن أكثر من 30,000 مريد. والآن هل يوجد في بيروت فعلا قاعة تستوعبكم؟ إن شاء الله إن شاء الله. حتى لو بنوا يظلون، كيف تستوعب القاعات عبدا من عباد البديع الذي وصف بالحديث القدسي ما وسعني سماوات ولا أرض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. من كان قلبه يتسع إلى ما لا تتسع له السماوات والأرض كيف تستوعبه القاعات إلا بالصورة الرمزية. إذا أزنتم لي الآن، يعني كثير عويصة علي أن أنظر في الورق وأترك الوجوه الجميلة ولونا النبيلة، فأنا عويصة أدمو وش كده يعني ممكن الإخوة أخذوا الحديث المطبول، لكن كمان إذا أزن لي السعادة الأخ أقرأ من أوراقي واضغط علي بالمكتوب. السلام عليكم أيها الأصلاء، تختارون بيروت الزرقتين والخضرتين مكانا وتوقتون زمان اللقاء بشهر المعجزات. أليس كانون الأول شهر الميلاد؟ ألا يحمل ترتيب الثاني عشر مع أوليته شهر 12 وكانون أول؟ قد يرتفع المثقف العربي
عن منحدرات أزمته. إذا تعبأ بدلائل أعماق الزرقتين تبحرا مع القائل: غمرت مياه البحر قلبي لحظة فعشت حياة ألف ألف ربيع. وقد يرتفع المثقف العربي تساميا مع يقين من قال: تبقى السماء سلامة وسلاما، فانهض بمثل شروقها إقداما، إن التحدي بالظلام وغيمها لتثير خصبا لا تريد خصامه. لما بتحبك وبترعد وبتبرق أبدا ما في هجوم جوي ولا هجوم برد، فيه إرادة إخصاب. إذن تبقى السماء سلامة وسلاما، فانهض بمثل شروقها إقداما، إن التحدي بالظلام وغيمها لتثير خصبا لا تريد خصاما. وعند التحقق بأحضان البحر والسماء تأمر الأم الكونية بخيرات الخضرتين، ويهتف المثقف من السهل والجبل الأخضرين: بلى بلى، إنني أشعر شعور من قال: تخضر روحي كالطبيعة في ساعة الخلق البديعة. ونعم نعم، قلبي يرى على كل أفق جمال ربيع، وفي كل روض ربيع جمال، روائع لبنان فوق الظنون أحاديث قلب ونجوى وصال. هذا سلام المكان الطبيعي الذي اخترتموه للقاء، أما زمانه الإنساني فيؤرج تحيتكم منه مستقبل الماضي. هل يمضي بنا حاضر المثقف العربي إلى عروبة آدم الأول، أم يستمهلنا على مائدة آدم الثاني؟ آدم الثاني وصف لمن أنجبته الأم العذراء بشهر اخترتموه للقاء، وهذا المولود بالمعجزة أزمة حقيقية باعتبار التقليد الثقافي المتعارف عليه، ولكنه حلال الأزمات باستثمار المعجزات. ذلك عيسى بن مريم قول الحق كما في سورة أمه مريم. أليس قول الحق مسألة مسائل الثقافة في المواجهات ماضيا وحاضرا ومستقبلا؟ وهل يفيد قول ما لم يكن حقا؟ قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. ما أبدع هذه المقاولة بين البديع وعبده القريب، وما أعجب دعاء المهدي الموعود والمنتظر الثاني عشر القائل: اللهم الأحياء والأموات أبقهم وأحيهم ليروا دولتنا وعزنا وملكنا وسلطاننا. في دولة المستقبل الموعودة تملأ الدنيا عدلا فلا جور. فهل تبقى أزمة المثقف العربي إذا كانت دولة العدل وقول الحق؟ ومن يحب أن يرتتب وينتسب؟